ونقول مبروك، نقول مبروك. 0-8-4-5-1 محمد ابراهيم. اعود سريعا، لم ياتي الكلمه لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا احد هذه البدايه والانطلاقه للشوط الثاني للقاء الثاني لهذه الليله، ونلتقي بمباريات الدور ال 16 من دوره الامير محمد بن فهد لرياضي الشركات، وتجمع المباراه بين شركه خدمات الموارد العالميه والضيف العربيه للتعليم والتدريب الثمني. تابعنا واياكم احداث ومباريات الشوط الاول، والذي تركناه ينتهي بهدفين مقابل لا شيء. مصلحه الطيب للتدريب سجلت اهداف وسط لاعبه المتالق حسن شيبان. كره تلعب لمصلحه فريق الموالد، كره للسبيل لكن خلاص المحروس، والى جانبيه لمصلحه فريق الطيف العربيه، جانبيه للطيف العرادي احمد على تنفيذ الجانبيه للطيف يلعب لحسن شيبان. شيبان لكن طارت عدت سنة حارس المرمى عبد الله ابو زيد. كرة تلعب طال حلوك السند حارس المرمى خريدة، محمد خريدة هو اللي تلعب كرة طويلة بعيدة إلى ركلة جانبية لمصلحة فريق الموالي. تلعب المغلوب إلى صالح سليم، صالح إلى المغلوب، المغلوب يلعبها توصل كرلات إلى مشعل، مشعل الفرحة يلعبها هو توصل كرلات بيتية تلعب لك المرتدة، مرتدة مرتدة المحروس يلعب المحروس شوي خوف يا كرة تلعب الآن إلى المغلود، المغلود يلعب لك تتخلص حسن شيبان، حسن شيبان يتلاعب ولكن حلوة الجميلة تتخلص، تتخلص من طلال الحربي، شيبان استعاد شيبان وإلى ركلة جانبية لمصلحة فريق خدمات الموارد. طبعا الجمهور الكريم أيضا لا ننسى نذكركم بأنه سوف يتم السحب ضمن فعاليات هذه الليلة على الجائزة الدولية اللي هي عبارة عن تذكرة سفر إلى دبي مع الإقامة الكاملة. وأنا الآن الكلمة إلى زميلي محمد. شكرا زميلي محمد إبراهيم. إذا لدي أنا الأستاذ صلاح عبد الواحد رئيس اللجنة الفنية، أول شيء أشكر جهودكم الوفيرة، بس نشرح للجمهور الآلية اللي سيكون فيها الفرق المشاركة لدور 16، وذكر الجمهور بالنسبة لركلات الترجيح كم ركلة وزي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأدوار نهاية دور 16 ودور 8 ودور 4 الوقت تغير من 10 دقائق إلى 15 دقيقة كل شوط. في حال التعادل فريقين راح يكون 5 دقائق 5 دقائق، وفي حال التعادل راح يكون هناك 3 ركلات ترجيحية 3 ركلات ترجيحية يحدد الفائز. لو في حال التعادل راح تكون ركلة ركلة يحدد فريق واحد فقط. استاذ صلاح عبد الواحد هل تؤخر أو لا تستمر معهم لدور الأدوار النهائية؟ بالنسبة للبطاقات راح تستمر معاها للمباراة النهائية، ما راح تلغي الانذارات سواء الانذارات والكروت الحمراء، ما راح تلغي راح تبقى للمباراة النهائية. نشكرك استاذ صلاح عبد الواحد رئيس اللجنة الفنية لدورة الامير محمد بن فهد. عود سريعا محمد ابراهيم، الكلمة تتحول مني لديك، تفضل. كرة تلعب كرة حلوة جميلة صالح السبيل، صالح السبيل يلعب لك تتخلص خلاص وصاف ضرب خطأ خطأ هذا الآن. طبعا في مباراة المقابلة في بريدة بين الرائد والاتحاد تمكن الاتحاد من احراز هدف التعديل تصبح النتيجة هدف لهدف بين الفريقين. كرة اللعب
والشباب ايضا سجل الهدف الثاني على فريق نجران في مباراه الطائفيه الى مدينه الرياض. والفتح والنصر حتى هذه اللحظه نتيجه هدف لشيء الفتح خطا او ركله زاويه. خطا او ركله زاويه لمصلحه فريق هلمات الموانئ وهدفين للشيء الى هدفين للشيء الى هذه اللحظه لمصلحه طيف العربيه. كرة اللعب المغلوب يلعب الى مشعل. كرة اللعب للخلف لمصلحة خدمات الموانئ هيثم الزهراني ولكن طارت خلص. ايضا في المباراة المقامة في مدينة الاحساء بين النصر والفتح تمكن النصر من احراز هدف التعادل وتصبح النتيجة هدف لهدف بين الفريقين. كرة اللعب الان عبد الله مزيد. عبد الله يلعبها تتخلص حلوة جميلة الآن حسن حلوة المحروسة المحروسة حسن شيبان. حسن شيبان يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث وهذا الهاتريك الأول في دور ال 16. حسن شيبان ماشي شبيخات يلعب إلى المحروس إلى جلال السبع إلى المحروس جلال إلى محمد المحروس الخلف تلعب إلى الشبيخات. أول الشبيخات ماشي يلعب ولك السبع حاسم المرمى والله بزيد المشعل يا سلام عليك يا مجل. حلوة وجميلة حلوة وجميلة مشعل البرحاني يقلص الفارق إلى هدف. مشعل البرحاني سجل أول أهداف الموالي في هذه المباراة تصبح النتيجة تشتد المباراة الفارق تقلص الآن إلى هدف واحد. جلال السبع المحروس 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 جلال السبع إلى جانبية مصلحة فريق طيف العربية هدفين لهدف. كرة تلعب من جلال يلعبها إلى راشد الشويخات الخلف إلى محمد خريدة تصطد في المشعل وإلى جانبية لمصلحة فريق طيف العربية. طبعا الآن أي خطأ على الفريقين راح يتحصل على ركلة جزاء لان كل فريق الان ارتكب خمسه اخطاء والخطا السادس عقوبته ركله جزائيه حسب النظام الدولي. كرة اللعب مشعل يلعب الى الزهراني ولكن بعيد الى كرة اللعب هيثم الزهراني الزهراني هيثم يلعبها لكن بعيد السهله الى جانبيه لمصلحه فريق طيف العربيه. جانبية لطيف جانبية الآن لمصلحة الطيف العربية تلعب سريع على جلال السبع بعيدا إلى ركلة مرمى لمصلحة خدمات الموانئ. طبعا في المباراة الماضية شاهدنا وإياكم أن فريقي أرامكو ويونتيت أوصل المباراة إلى الأشواط الإضافية. جلال السبع المحروس يلعب ولكن طالت إلى ركلة زاوية هل يفعلها الموانئ ويسجل هدف التعديل وتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية ومن بعد ركلات الجزاء؟ هذا ما سوف نعرفه وإياكم بإذن الله تعالى في الدقائق القادمة. سعود العتيبي العتيبي حول مرور يلعبها إلى مشعل العتيبي يلا العتيبي العتيبي الزهراني وخريدة خلصها خريدة يلقى الطيب الهدف التعادل. سعود العتيبي ركلة جزاء ركلة جزاء لمصلحة خدمات وفرصة أمامك يا مشعل يا فرحان لتعديل النتيجة. خلصت الفارق هل تتمكن من إحراز التعديل لخدمات الموانئ؟ ركلة جزائية مشعل مشعل وخريدة